تخطى عدد القتلى الذين لقوا حتفهم جراء القصف الروسي والأسدي على محافظة إدلب تخطى 60 قتيلا ونحو 200 جريح وفق تقديرات تركية. ودعت الخارجية التركية في بيان المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا ضد ما وصفته بجرائم نظامي روسيا والأسد التي لا يمكن تبريرها. معنا من ريف إدلب مراسل أخبار الآن مصطفى جمعة عبر الهاتف. مرحبا بك مصطفى، ما الإحصاءات الجديدة لديك عن عدد القتلى والشهداء في إدلب وفي ريفها جراء الغارات الروسية يوم أمس والطيران السوري أيضا؟ نعم، أهلا بك أحمد. دعني أبدأ بهذا الخبر العاجل الآن. ومنذ 10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا قام الطيران الحربي الروسي بتنفيذ 6 غارات جوية على مدينة إدلب، إحداها بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا، وأيضا قبلها كانت هناك غارات جوية على مناطق شرقي سراقب ما تسبب باندلاع حرائق بأراضي القمح والمحاصيل الزراعية، وأيضا غارات على منطقة معرة النعمان وعلى قرية سكيك في ريف إدلب الجنوبي. أعود أحمد بك إلى الإحصائية. إذن أفهم منك مصطفى، منذ الأمس وحتى الساعة غارات الطيران مستمرة على إدلب وريفها؟ نعم أحمد، نحن نرقب ونشاهد هذه الغارات بعيوننا. طبعا الغارات لم تتوقف أبدا. اليوم مدينة إدلب أيضا في الصباح تعرضت لغارات جوية، كانت غارتين في حين كانت تفضل تابع مصطفى. نعم أقول استمرت الغارات الجوية اليوم في الصباح بالأثناء التي كانت فرق الدفاع المدني تنتشل جثث الضحايا من بين الأنقاض. كانت هنالك غارتين في الصباح على مدينة إدلب، ومنذ قليل قلت لك كانت 6 غارات جوية على المدينة. هنالك مناطق كثيرة في ريف إدلب تتعرض لغارات جوية مركزة والبعض الآخر عشوائي على الأراضي الزراعية التي يقترب استحصاد المواسم فيها. الحصيلة النهائية أحمد بحسب الفرق الدفاع المدني والفرق الطبية تجاوزت 50 موثقين بالاسم، وهنالك أكثر من 16 شخص مفقودين، وهنالك أيضا جثث مجهولة الهوية. ولا زالت فرق الدفاع المدني تعمل في بعض المناطق في إدلب ولا يمكنني تسميتها بالاسم، تعمل على انتشال أم وثلاث أطفال في أحد أحياء مدينة إدلب جراء القصف الروسي. ولا زال إلى هذه اللحظة الطيران الروسي في الأجواء، وهناك أيضا طائرات تصور على ارتفاع عالي جدا كما تتكلم المراصد اللاسلكية أن هناك عمليات رصد. وأيضا لو جئنا نتكلم عن الأحداث بشكل عام في إدلب، كان هناك أيضا انفجار عبوة ناسفة على طريق كثرة خاريم أرمناز. الناشطون هنا والحقوقيون يسندون هذه التفجيرات والعمليات للنظام الذي يحاول دب الرعب في قلوب المواطنين، خاصة أن أدلب يعني أكملت العام على الخروج الكامل من قبضة قوات الأسد. مصطفى، وضع المشافي والمراكز الطبية التي تستقبل هؤلاء الجرحى ربما أو المصابين، لو تصف لنا الوضع باختصار لو سمحت. نعم أحمد، حقيقة يعني المشافي والنقاط الطبية وحتى النقاط الميدانية المتنقلة باتت عاجزة. أذيع خبر أن كل من يمتلك القدرة على تبميض الجراح وأيضا على استخراج الشظايا والتعامل مع الإصابات الإسعافية الحرجة والسريعة التوجه إلى النقاط الطبية. هنالك متطوعين كبير يعني. نعم نقص كبير بالدماء بكل الزمر، تطلب المشافي كل الزمر التوجه إلى النقاط الطبية، وتطلب أيضا مختصين وسيارات إسعاف وفرق دفاع مدني. هنالك حالة استنفار يمكنني أن أقول تشمل وتعم كل النواحي الحياتية والإسعافية والطوارئ في هذه المنطقة في مدينة إدلب وما حولها، والتي نعلم أنها كانت مشمولة ضمن الهدنة التي تكون مقابلة لها كفرية والفوعة. نعم، شكرا جزيلا لك مصطفى جمعة مراسل أخبار الآن متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من ريف إدلب.